الو انور، ميه ايه اللي بتجلب السعاده يا دكتوره؟ الميه جابت لنا فشل كلوي والشمس حرقانه من الشقه طول النهار. احنا مش محتاجين نتشمس، احنا عايزين حلول حقيقيه للي احنا فيه، مش الهبل والكلام الفارغ ده. شويه نصابين وحرنجيه. احنا اسفين بجد، انا بعتذر لحضرتك. لا لا ابدا خالص استاذ انور، انا عارفه ان الحياه صعبه، بس طالما مش قادرين نغيرها نحاول نغير الظروف اللي حواليها. انا عارفه ان انت سمعت كلام زي ده كتير قوي مالي الشاشات من ناس بتدعي العلم، وعشان كده انا بهديك كشف مجاني عندي في عيادتي، تيجي تشرفني وتحكم بنفسك. ده من ذوقك، ميرسي جدا يا دكتوره. احنا معانا اتصال تليفوني تاني، معانا يسرى من البحيره. يسرى الو. الو يا دكتوره، المداخله قلبت الدنيا النهارده. نزلتيها ولا لا؟ لا لسه مستنياكي تقولي عنوان احطه عليها. سميها لفظ خارج من متصل للدكتورة حور والأخيرة تصفعه. إيه يا دكتورة الأخبار القديمة دي؟ لا طبعا مش هيشد حد. إيه رأيك؟ شاهد قبل الحذف، الدكتورة حور تمزق ملابسها بسبب انفعالها على متصل، هيجيب ملايين المشاهدات. لا 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 لا، نحط تصفعه أحسن. طيب بلاش تصفعه، ده تقيل قوي. خليها طقس في جبهته، ده حتى موضة اليومين دول. خلاص اللي حضرتك عايزاه. عبير، تنزلي الفيديو حالا وتتواصلي مع كل اصحاب الصفحات الكبيره على فيسبوك وتويتر عشان ينزلوه وتفعلهم. انا عايزه مصر كلها ما يبقاش وراها سيره غير شتمتي. انا عايزه ابقى ترند النهارده. باذنك يا رب هتبقي رقم واحد في الشتيمه النهارده في مصر. الواد اللي شتم في البرنامج هايل. برافو يا عبير، اديله 1000 جنيه وقولي له هيعمل مداخله في نفس البرنامج الاسبوع اللي جاي، وهيقول انه جه العياده وبيشكر فيه. واوعي تنسي تدفعي ال 5000 جنيه اللي بندفعهم كل شهر لجمعيه نساء بلا مأوى. حاضر حاضر. اخبار العياده ايه؟ عيب بقى على حس شتمتك، النهارده جالنا 40 حاله جديده. زي ما بنعمل كل مره. ملخص عن كل حاله وجمعهم لي في فايل، وانا هختار 5 حالات اشتغل عليهم. ان شاء الله. حاضر يا دكتور. يلا اشوفك بكره، باي باي. ايوه يا ساره، انا داخله عليك اهو، اطلبي لي البيتزا بتاعتي على ما اجيلك. انا اول مره اشوف واحده لسه متهزقه ونفسها مفتوحه كده. ذمتك مش دي حاجه تفتح النفس؟ اللي هو ازاي يعني؟ بصي يا ساره يا حبيبتي، البلد دي بتاعه دوشه، عايزه تنجحي من غير ما تشتغلي اعملي حواليكي دوشه. الناس بتؤمن بالدوشه اكتر ما بتؤمن بشطارتك. ايوه بس مش دوشه الشتيمه. هي معدة هتشتمي تشتهري، الأطباق كلها تتسلط عليك، أي كلمة هتقوليها هتتسمع والناس هتنسى أساساً هي كانت بتشتمك ليه. يمكن مش يمكن، الشهرة في بلدنا دي عزوة، زيها زي الفلوس زي المناصب، بتسندك بتعملك علاقات وتفتحلك الأبواب المقفولة.